اليوم؟ أي نجوم اليوم ما شفنا أحد؟ مدرب تغييراته كلها غلط. الإدارة عليها تعيد حساباتها أو تستقيل. ألو، ممكن أوصل صوتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل متابعينا عبر شو 13. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم شو آلو الذي نتحدث فيه مع الجمهور الرياضي عن أحداث مباريات دوري زين السعودي لكرة القدم. قبل قليل انقضت مجريات الجولة 20 من هذه البطولة بعد انتهت المباريات كاملة إلا اللقاء الوحيد الذي تم تأجيله وبين الاتفاق والفتح بسبب مشاركة الاتفاق في البطولة الآسيوية، وسوف يتم يعني إجراء هذه المباراة يوم 27 من فبراير. طبعا من اليوم ستعود مجريات مباراة الكرة السعودية ودوري زين السعودي لكرة القدم يوم 2 مارس بسبب معسكر منتخب السعودي الأول والمباراة الأخيرة المنتخب السعودي في البطولة الآسيوية. طبعا نتذكر سويا وإياكم أحداث هذه الجولة، الجولة 20 بالتحديد، والتي انتهت بلقاءات عديدة. طبعا بالأمس التقى الأهلي والفيصلي، وأيضا في لقاء آخر جمع القادسية ونجران، وكل اللقاءين انتهى ب 2-0 للأهلي و 2-0 لنجران على القادسية. وأيضا لقاء ثالث يقيم ليلة الأمس جمع الرائد وهجر، وأيضا انتهى بنتيجة 2-0. طبعا نبدأ بالحديث عن لقاء الأمس، لقاء الأهلي والفيصلي انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل. كان عماد الحوسني صاحب النصيب الأكبر والوحيد في التسجيل في هذه المباراة بعد أن سجل هدفين فيها. لقاء الدور الأول كان بانتصار الأهلي بهدف دون مقابل. ذكر أن الأهلي في المباراة الماضية تعادل مع الفتح بثلاث أهداف لكل منهما، والفيصلي أيضا تعادل مع فريق هجر بهدفين لكل منهما. دعونا نتذكر وإياكم ما جرى في مباراة الأهلي والفيصلي بعد فوز الأهلي بهدفين دون مقابل. قد بالنقل الفيصلي، نقلة عالية بالتيسير بالرأس، جول! كان تسمع فت بالرقم 20 لعيون العمدة يا الربع كتبوها، وإن كان ما تسمع وجيت بعدين تلقى النسامة عندهم سجلوها. دامك أهلاوي لا تهاب الميادين، خضر الفنايل للعب وحسبوها، ما هي من راسي ولا هي بتخمين، هذه الملاعب عندكم اسألوها، وهذا العمدة عندكم اسألوه، هذا العمدة عندكم اسألوه، هذه كرة أولى تيسير الجاسم يصنع كرة معاه عماد الحسني يسجل أول أهداف في المباراة. الأهلي يغرد نحو الصدارة الآن بهدف الحسني في كل مباراة يسجل، وإنما يصنع فكر الحسني. نعم يسجل أول أهداف في المباراة مع ياروليم الحسن الأهلاوي بعد التبديلات. ياروليم محاولة إلى الصوب الأيسر من ناحية منصور الحربي، يلعب عرضية يفكر في حل من الحسني، الحسني يحاول يمر يلعب عرضية، يا عيني 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 يا عمدة يا عيني يا عمدة، من بغى النماح يصبر على الكوكاح، هو يقول لك معانيك لا يفهمها إلا محبيك، معانيك ما يفهمها إلا محبيك. إذا قلت لك أهلي هي أربعة حروف، أهلي هي أربعة حروف، الألف آلاف الملايين تعشق حد الجنون، والهاء هيبة ملوك، واللام للصدارة يكمل مشوارة، والياء يموتون من أجل الصدارة. هذه كرة ملعوبة لمصلحة الأهلي بروقان الحوسني، بروقان الحوسني صاحب الرقم 20، هدف لأسود الملاعب، هدف من أجل شموخ سفير الوطن. صوت تحدث عن مباراة الأهلي. طبعا أنا قبل قليل الأهداف التي انتهت في هذه المباراة، وكان لعماد الحوسني النصيب. طبعا الأهلي متصدر
في صدارة الدوري بالأمس ب 49 نقطة، ولكن اليوم بعد انتصار الشباب أصبح في 50 نقطة. نبارك طبعا للأهلي، وهذه هي لعبة الكراسي، تحتاج الكثير من عملية التعب وأيضا التركيز وعدم التفريط بالنقاط، ولكن نحن الآن في المنطقة الحرجة لأننا الآن في المنعطف الأخير من هذه البطولة، وأي تفريط في النقاط ربما يكلف شيء الكثير. طبعا أيضا ليلة الأمس شهدت مباراة أخرى، جمعة القادسية ونجران، انتهت بفوز نجران بهدفين دون مقابل. لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى تعادلهما بهدفين لكل منهما. طبعا كما ذكرت نجران كان في المباراة الماضية خسران من الشباب بأربعة أهداف، والقادسية أيضا عاد من خسارة أمام الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل. دعونا نتابع أهداف تلك المباراة. تتخلص فيها خطورة، رضا يأخرها، رضا يعدي، وصلت الآن داخل 18، جو جو جو، ركلة جزاء بلنتي، ركلة جزاء لصالح فريق نادي نجران، ركلة جزاء لصالح فريق نادي نجران، 53 ركلة جزائية احتسبت في دوري زين، 38 ركلة سجلت، و15 ركلة اهدرت، ونجران في هذا الموسم حصل على 5 ركلات جزاء، سجل منها 4 واضاع وحده، وكل الركلات اللي تحصل عليها نادي نجران صوبها لاعب واحد، جهاد الحسين سجل 4 ركلات، سجل بالاتحاد، سجل بهجر، سجل بالاتفاق، وسجل في مرمى الرائد، واهدر كره كانت امام فريق نادي هجر. اذن فريق نادي نجران على اعتاب التسجيل، هل يسجل الان؟ جهاد نعاد العمري مفلح في المرمى وجول، حي عدد مناح ورق البساتين، حي عدد مناض بارق رعدها، اول اهداف هذه المباراه، حي الهدف، حي وحي من جابه، واتى الهدف الاول في هذه المباراه بعد ان فعلا يعني احسست بان الهدف لن ياتي، ولكنه أتى من ركلة جزائية. الآن أحمد مبلح هو من يسجل في الدقيقة 70 من عمر المباراة، إذن الدقيقة 70 يأتي الهدف على يسار المختار. ذكرت بأن ركلة الجزاء السادسة التي يحصل عليها نجران الموسم، هذه الركلة المسجلة هي الخامسة، بينما أهدر ركلة واحدة كانت أمام فريق نادي. إذن هدف أول في هذه المباراة، هذا هو المختار، محاولة من علي لكن الكرة كانت بعيدة، ما عليش يا علي، شوف الفرحة، قال لا خلاص ركبتي عزان، ركبتي عزان، افرح. وبها ماريانو الآن الذي يحمل القميص رقم 15، وهنا كرة رأسية خطيرة، قول يا ويلا يعزف على الوتر وجمهوره يغني أحلى نغم، عزان مقبول يسجل الهدف الثاني، عزان مقبول يسجل الهدف الثاني، الله على هذه الكرة، الله على الكرة الرأسية بعيد عن الرقابة الدفاعية، عزان مقبول يضع الكرة في مرماك على المختار. وبالتالي طبعا تابعنا أهداف تلك المباراة التي جمعت القادسية ونجران، وانتهت بفوز نجران بهدفين دون مقابل. طبعا نبارك لنجران الحصول على 3 نقاط والتي ربما حسنت كثيرا من وضع فريق نجران الذي يبحث أيضا الابتعاد كثيرا عن فرق المؤخرة والبقاء في مناطق الدفع التي يعني تعطي الفريق الاستمرارية لمجريات الدور والمسابقات الأخرى من الكرة السعودية. طبعا هذه المواجهة كانت تمام القادسية، القادسية في المركز 12 هو قريب جدا من وضع الخطر بالنسبة لهذه البطولة، وإن كان الأنصار طبعا هو الفريق الوحيد الذي ربما ضمن الهبوط، ولكن تبقى البطاقة الأخرى يعني مقاسمة ما بين التعاون والقادسية، وقد يكون الرائد هو الأبعد هذه الفرق عن هذه المنطقة. وطالما أن نتحدث عن الرائد، دعونا نتذكر أيضا أن الرائد بالأمس تمكن من الانتصار على فريق هجر بهدفين دون مقابل، طبعا فوز معنوي كبير لفريق الرائد، ويحتاج الرائد هذا الانتصار بعد فوزه في المباراة الماضية التي أعطته دفعة كبيرة على الاتحاد بهدفين دون مقابل.
هاجر طبعا كان في مباراة كبيرة مع فريق الفيصلي، تعادل مع الفيصلي بهدفين دون مقابل، بهدفين لكل منهما. طبعا لقاء الدور الأول ما بين الفريقين تمكن الهاجر من الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد على الرائد. دعونا نتذكر سويا أهداف تلك المباراة. سواء موجود اللي هو الرئيس الأستاذ فهد المطوع، لكن الكرة أولا عند باريوس، مرور وتمريرة وفرصة عند الروالي ممتازة، كرة في مكان سليم، الله زميلهم ولاعبهم قبل موسمين الآن هو من يسجل في مرمى، من يجعلهم يعضون أصابع الندم على فقدان لاعبهم أحمد الحضرمي. أحمد يسجل الأول للرائد، كرة الرويلي وصلت إلى حضرمي، المطالبة بلمسة يد في الكرة الماضية، لكن حكم اللقاء احتسبه هدفا صحيحا للرائد. هدف يفرح الرئيس، هدف يفرح المتابعين. الرويلي إلى وليد، الكرة باتجاه عبده، وصل الكرة عند عصام، ممتازة عالية من عصام الراقي، وصلت إلى باريوس، باريوس حصلها، خطيرة للرائد في هذا المكان، باريوس كرة وتبعد ووليد، الله طبعا شاهدنا أهداف هذه المباراة التي جمعت هجر والرائد، وهذا الهدف الثاني الذي سجله اللاعب وليد الجيزاني لصالح فريقه الرائد. طبعا نبارك لفريق الرائد الحصول على 3 نقاط، ونقول طبعا حظ أوفر لفريق هجر. هذا المساء طبعا كل الأنظار كانت تتجه إلى جدة للكلاسيكو الكبير الذي يجمع الاتحاد والهلال، والذي انتهى بفوز الهلال بهدفين دون مقابل. سوف نستعرض إن شاء الله أهداف هذه المباراة. أيضا أذكر بنتائج المباريات الأخرى، النصر والأنصار، تمكن النصر من الانتصار على الأنصار ب4 أهداف مقابل هدف، مع افتتاحية الأنصار للتسجيل أهداف، ومع أيضا طرد لاعب للنصر تمكن النصر من الانتصار ب4 أهداف. طبعا المباراة الثانية كانت صعبة بالنسبة للشباب أمام التعاون، الذي بدأ بالتسجيل ورد الشباب بهدف التعادل عن طريق مجهود من اللاعب ناصر الشمراني وتسجيل اللاعب بوندلوم، ثم عاد اللاعب ناصر الشمراني لتسجيل الهدف الثاني وهو هدف الانتصار، والذي أعطى النقطة 50 لفريقه، وتتم المطاردة ما بين الأهلي والشباب والهلال لصدارة هذه البطولة. ومع يعني خسارة الاتحاد أصبحت الأمور صعبة جدا بالنسبة لفريق الاتحاد الذي حضر جمهوره هذا المساء من أجل تأييد الفريق الاتحادي. طبعا سوف نستعرض اللقطات في حال توفرها إن شاء الله اليوم ستكون حاضرة، ولكن الآن دعونا نستقبل آراءكم وأيضا وجهات نظركم من خلال تويتر البرنامج، أو من خلال الشات الخاص بالبرنامج، أو من خلال سكايب البرنامج، نتحدث عن مباريات اليوم، عن أيضا مباريات الأمس، وضع الفرق السعودية في الجولة 20 بعد التوقف لمشاركة المنتخب السعودي. طبعا أمسي بالخير للأخ طارق الشدي اللي متواصل معنا من خلال تويتر، أو من خلال أيضا كذلك الشات الخاص، وأيضا عبودي المتواجد معنا في الشات الخاص في البرنامج. أيضا أرحب بكل من يتواجد حاليا معنا عن طريق سكايب، حاليا توجد من التواصل الجماهير الرياضي عن طريق السكايب في إضافات، طبعا نقبل حاليا جميع الإضافات الموجودة، ونستقبل أيضا جميع الاتصالات وجميع الآراء للتواجد. طبعا في أحد التواصل الأصدقاء عن طريق تويتر يذكر كيف عملية المتابعة، عملية المتابعة من خلال الضغط على الرابط اللي أرسلناه في تويتر، ومن ثم
تستطيع متابعة البرنامج أو من خلال الآيفون والآيباد. طبعا في أيضا الأخ راقي أهلاوي من خلال تويتر يقول ياليت تنزلوا مقاطع لحلقاتكم. طبعا كلها موجود المقاطع في اليوتيوب من خلالها يستطيع الجميع التواصل معنا. طبعا أحد الأصدقاء يتساءل أبو عابد موجود؟ أبو عابد إن شاء الله يمكن اليوم يكون معنا عن طريق سكايب إذا أمكنه. معنا أحمد يبلغ سلامة الكابتن محمد الجواد و يقول وراء كلاس وحاب يروح يكمل الدراسة. نتمنى لك إن شاء الله التوفيق في دراستك أخ أحمد مدني. أيضا السلام عليكم. طبعا عليكم السلام لكل من يتساءل معنا عن طريق السكايب. مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء الخير. طبعا يبدو أننا الآن في طور استقبال الاتصالات. يبدو أن صديقنا لا يتواصل بالشكل الجيد معنا. نسيانك صعب عن طريق السكايب. أتمنى أنه في المرة القادمة يكون تواصله بشكل أفضل لأن عملية التواصل حاليا صعبة من خلال تواصله عبر السكايب. طبعا نذكر أن المباريات انتهت قبل قليل والتي جمعت الهلال والاتحاد بفوز الهلال بهدفين دون مقابل للاتحاد. وأيضا هنالك انتصار لفريق النصر على فريق الأنصار بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. طبعا حاليا سنذكركم بأهداف مباراة الهلال والاتحاد والتي انتهت قبل قليل ونتابع حاليا الأهداف أو اللقاءات الموجودة على القناة الناقلة. طبعا نحاول نتواصل إن شاء الله مع الجميع. طبعا حاليا سنتابع مباراة الهلال والاتحاد والتي بفوز الهلال بهدفين دون مقابل. الهدف الأول جاء عن طريق اللاعب نواف العابد والذي ربما شرح لوسائل الإعلام سبب تأشيره على حذاء أكرمكم الله. ومن ثم أيضا سجل الهدف الثاني اللاعب محمد شلهوب بعد مجهود كبير و أداء رائع بصراحة ولاعب يقدم مستوى صاعدي كبير جدا لاعب سالم الدوسري. أتمنى إن شاء الله أنه يحافظ على مستواه وعلى ما يقدمه في المجال الرياضي من خلال يعني المجهود الكبير ومن خلال أيضا يعني الإبداع اللي يقدمه هذا اللاعب في عالم كرة القدم. طبعا أحاول أن أذكر بجميع التواصل عن طريق سكايب حتى تمكن في وقت لاحق من عرض الأهداف. طبعا فهد يقول ألف مبروك للزعماء حظ أوفر للاتحاد. عندنا الأخ تركي في سكايب أيضا طبعا يعني يقول للنصر أنه يجب أن لا نركن عند الانتصار على الأنصار لأنه يعني في الأخير الأنصار هو اللي محتاج النقاط يعني على حسب وصفه. وعندنا أيضا التواصل من أيمن. أيمن يقول أن مبروك للراقي الانتصار الأمس ويعني يتمنى الاستمرار إذا كان الاسم صح. مودي يعني يبارك أيضا لفريق الأهلي. طبعا نسبة كبيرة من الأهلاويين موجودين ومنضمين إلى حساب السكايب ودائما هم على تواصل ودعم للفريق الأهلاوي. طبعا أحد الأصدقاء السلام عليكم الرجاء قبول إضافتي. طبعا تم قبول جميع الإضافات الأصدقاء. وبارك للزعماء هذا الانتصار. مساء الخير. وبدر معيلي المالكي طبعا نبارك لجميع الأهلاوية ونتمنى إن شاء الله التوفيق في المباريات القادمة وتحقيق نتائج أفضل والدوري يعني لسه في بداية.
يحتاج مجهود اكبر من كل الفرق المتواجده. طبعا اذكر في سلم الترتيب حاليا في الصداره فريق فريق الهلال هذه مباراه الهلال حاليا نستعد لعرضها. طبعا اذكرنا في الصداره فريق الشباب ب 50 نقطه وثانيا فريق الاهلي ب 49 نقطه طبعا وياتي في المركز الثالث فريق الهلال المطارد لهؤلاء الفرق رغبة بالحصول على مركز متقدم. طبعا المرحلة القادمة أي تعثر سيقرب الهلال سيقرب أيضا الاتفاق في حال انتصار هذه الفرق في المباريات القادمة. طبعا الآن لقطات مباراة الهلال والاتحاد جاهزة للعرض والتي انتهت قبل قليل, وحاليا السيد هسك يجري حديثه في المؤتمر الصحفي. طبعا هسك بصراحة محظوظ أنه يدرب فريق كبير مثل الهلال, لم يجد المجهود أو التعب الكبير في عملية إيجاد التوليفة في هذا الفريق, في الفريق يعني شبه جاهز بالنسبة لهذا المدرب. دعونا الآن نتابع الأهداف التي جاءت في مباراة الهلال والاتحاد التي انتهت قبل قليل. هلال عابد بالخطأ, الكرة ما بتوصل, بلمح العابد, بيشوت العابد جول, بيشوت العابد جول, بيشوت العابد جول, حصلها, لعب الأولى راحت, انتظر الثانية قطعها, لمها عد العابد, عد العابد يقول قطعتها بالقدم اليمنى, ولكن العابد حطها باليسرى في الدقيقة 40 على طول بعد ما عمل 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 في مرمى الاتحاد في الدقيقة 40 الاتحاد نوكار عدى المستقر خلص العابد عدى العابد لف العابد راح يسار العابد حط العابد على يسار مبروك سايد شوف العادة شوف المهارة شوف المهارة شوف سرعة البديهة شوف سرعة البديهة شوف الأكشن العالي شوف الفكر الجميل حقيقة من العابد اللي بيروح في زاوية وبيحط في زاوية وبيسجل الإصابة الأولى للكتيبة الشرقاء مع الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول من هذا اللقاء. إنه نواف العابد, واحد 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 صفر, واحد صفر للهلال. مع كرة تخلص بلمها إرماج وسط دفاع اتحادي ودوسري يقود هجمة, هلال يتقدم يحاول عدى نصر عدى عدى نصر عدى عدى نصر عدى عدى الجول. خلصت 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 المباراة خلصت 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 المباراة. بالفعل خلصت المباراة مع هذا الهدف الثاني الذي سجله اللاعب سالم الدوسري بمجهود كبير كما ذكرت سابقا. طبعا لاعب لم يعني تكون الآنية بالنسبة له في مواجهة المرمى, لما بحث عن الهدف بنسبة 100% من خلال عملية تمرير هذا الهدف للاعب محمد الشلهوب. طبعا نبارك للهلال ونقول حظ أوفر للفريق الاتحادي. طبعا نستقبل أيضا اتصالات من الأصدقاء. السلام عليكم, مساء الخير. السلام عليكم, أهلا وسهلا, كيف حالك؟ مساء الخير أبو بدر, وأحب أمسي عليك. أهلا وسهلا فيك, إيش أخبارك؟ والله تمام الحمد لله. والله هناك الصوت ترى شوي عندي نازل ما أقدر أسمعك. طيب كيف الصوت الحين؟ لا كويس الحين. أبارك للشباب والهلال وأيضا لفريق النصر في الجولة هذه, وبارك لنا اليمس. اللهم كانت كالعادة المباراة كانت خوف حق التعاون, لكن رجعنا وأخذنا الثلاث نقاط والحمد لله رجعنا للصدارة. مباراة الهلال والاتحاد ما شفتها كاملة, شوف لقطات منها بس ما أعتقد أنها كانت ممتعة بشكل كبير, بس في النهاية فاز أعتقد الهلال اقتنص فرصتين أو حاجة زي كده وفاز. أبو بدر في موضوع سمح لي أطرحه, أنا كنت حاب أطرحه الأسبوع اللي راح بس ما قدرت أتواصل معكم, فإذا في وقت أقدر أطرح الموضوع أو لا. تفضل إحنا معك نسمعك. اي موضوع اللي انا سمعت انه بعد كاس ولي العهد الهلال اخذ مكافأة اللاعب 120 ألف تقريبا. انا من وجهة نظري انه
ما هو حسد في اللعيبة أو حاجة زي كذا، لكن المكافآت تأثر على مستوى اللاعب. لو قلنا كيف، هنقول النادي حيعطي اللاعب راتب عالي وحيعطيه لو قلنا مال وسيارة، فمن الطبيعي أنه اللاعب يحقق النتائج المطلوبة. أما في أنه أخذ بطولة زي الهلال حققها 9 مرات أعطيه 120 ألف، هذا تأثيره جدا سلبي على المنتخب. وإحنا شفنا حصاد المنتخب بعد ما اللعيبة يحصدوا فلوس كثيرة مع أنديتهم، وشفنا نادي الاتحاد كيف صار يعاني بعد ما غادر البلوي اللي كان أكبر داعم من نادي الاتحاد. فمن وجهة نظري أنه دعم اللعيبة بمكافآت عالية جدا، خصوصا إذا كان الشيء هذا ما هو جديد على الفريق، يعني كون كاس ولي عهد محققينه 9 مرات الهلال أعتقد أو حاجة. لكن إذا في شيء جديد أوكي أنا معاك بنعطي اللعيبة مكافأة، أما شيء طبيعي بطولة حققناها أكثر من مرة، فيا أخي هذا واجب اللعيب إنهم يفوزون يا أخي. يعني أنت من ناحية أنت من باب إنه اللاعب يأخذ راتبه ويأخذ مقدمة ويأخذ رواتب شهرية. حلو. طيب. وإنه في من ناحية تقييمه، أنا يعني افتكرت فكرة إنه المدرب المفروض كل مباراة يقيم اللاعب، نهاية الموسم يجمع تقييم كل لاعب. وعاد يكون فيه عملية حسابية، فيه قسم فيطلع له ناتج. إذا كان ماخذ طول الموسم تقييمه من 5 وفوق يعطى مكافأة مالية فرضا نهاية الموسم 300 أو 200 ألف، فرضا تقييمه من 5 وتحت لا يعطى مكافأة مالية لكن يأخذ راتبه. و أنا خليني أعطيك فكرة بعض الأندية. بعض الأندية يمكن تقوم بعملية تسديد مثل المكافآت هذه من خلال الجوائز اللي تعطى، يعني مثل بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والقيمة المالية والجائزة اللي تعطى مع الحصول على الميدالية الذهبية، وكذلك الدوري. يعني ممكن تكون عملية الصرف من خلال الجوائز اللي تعطى، وطبعا بزيادة من أعضاء الشرف في بعض الأحيان أو من إدارة النادي. يعني تقريبا الـ6 ملايين جائزة كأس ولي عهد تقسم على اللعيبة. أنا بسألك في الأخير، يعني أنت تشعر أن الهلالين في حال يعني اللاعب قصر، يعني ما يستخدمون جانب العقاب معه بقسوة مثل جانب الثواب معه بإفراط؟ لا، هم يستخدمون وفي إدارات واعية، لكن أنا أتكلم من منطلق شاب غيور، يعني شايف نتائج المنتخب السعودي، واعتقد انه سببها انه ما هو تشكيك في ذمم اللعيبه ولا تشكيك في اخلاصهم للشعار، لكن خلينا نقول ماده تاثير انه اللاعب لما يكون في نادي يتقاضى على مبالغ عاليه من ناديه، فمن الطبيعي حتى احنا شايفين ميسي كيف يبدع مع برشلونه مع الارجنتين ما يسوي شيء، فمن الطبيعي يا اخي لما تروح من منتخب بلادك لو جاك رباط صليبي لو جاك شيء حتتاثر وانت قاعد تاخذ مبالغ عاليه في ناديك. اتمنى انه يكون في حد سقف للرواتب وسقف للعقود، وانه اللاعب اذا في حاله انه فوز هذا واجبك، في حاله انه حقق شيء نادر يعني ككون كاس اسيا للهلال او التاهل لكاس العالم او كاس اسيا شباب، هذه معاك حق انه اللاعب ياخذ راتب، لكن كل فوز وفي بطوله اكثر مره حققها اللاعب ياخذ مكافاه ماليه. بعض اللعيب الله يهديهم نقول ما وصلوا لمرحله العقود الاحترافيه، تحصل مجرد ما يطيح في يده مال انه يتغير مستوى اللاعب، واحنا يا ابو بدر نعرف امثله كثيره زي كذا بس ما نحب نذكر اسامي، انه اللاعب بدا من شهر واخذ جائزه افضل لاعب من بعدها بدا مستواه، واخذ افضل جائزه لاعب واخذ جائزه ماليه كبيره من بعدها بدا مستواه في انحدار. فما ادري ايش الوضع، وهذا تاثيره على المنتخب قبل كل شيء صراحه. جميل، بصراحة أشكر لك غيرتك ووجهة نظرك، بصراحة احترمها والكل يحترم وجهة النظر، يمكن يجي أحد يختلف معك وجهة النظر، في الأخير هي وجهة نظر تقدم وهي من غير محبة. الآن أنا بسألك سؤال، طالما أنك فتحت موضوع المنتخب، الآن عندنا معسكر قادم منتخب السعودي، يعني من نهاية هذه الجولة حتى المباراة القادمة أمام أستراليا، رأيك في هذا المعسكر اللي ربما يمتد أسبوعين؟ اعتقد الصراحه انا ما اذكر مباراه وديه مع نيوزيلندا تقريبا، مباراه وديه في مباراه وديه اعتقد ما اذكر صراحه المعسكر بالذات، بس اتمنى التوفيق للمنتخب. اعتقد معسكر اسبوعين ان شاء الله انها تكون كافيه لتوليفة اللاعبين، اتمنى انه اخذ يعني فائز السبيعي من اتفاق، اعتقد انه ما استدعى حمد الحمد استدعاه، او ما اعتقد، ما ادري والله، ماني ذاكر التشكيله، بس اعتقد حمد الحمد وفايز السبيعي من الاتفاق هم افضل لعيبه المفروض ان المنتخب يكون في حاجتهم. في اسامي اضيفت للمنتخب
اللي يتحفظ عنها. مثل ما هو كون اني انا منتقد او اني مدرب او اني اتفلسف عليكم، لكن يا اخي احنا قاعدين نشوف، احنا جمهور قاعدين نشوف مستوى اللاعب يضاف للمنتخب. ليش؟ يعني عندك فرضا الزوري، عندك الحارس الثالث اعتقد كسار، يا اخي اضيف فايز السبيعي، يا اخي فايز السبيعي قاعد يقدم مستويات طيبه، اضيف وليد الجحدي اللي قاعد يمسك الدفاع، ما اضاف اسامه مولد. يعني في لعيبه صراحه ما اضيفه تحس انه غلط، وفي لعيبه اضيفه تحس انه مكانه ما المنتخب في الفتره الحاليه. بس اتوقع ان شاء الله باذن الله انه يكون معسكر ناجح، انه مباراتنا مع نيوزيلندا تفيدنا. اتمنى صراحه اتمنى انه اضافه خبره زي ما قال كابتن ياسر القحطاني، يتمنى انه وجود نور من ناحيه من باب الخبره، انه محتاجين احنا لعيبه خبره في هذه المباراه. احنا ان شاء الله الاسبوع الجاي راح تكون في حلقه، وراح يكون ان شاء الله فيها الكابتن محمد الجواد، نتكلم عن المنتخب السعودي، وضع المنتخب السعودي، فاتمنى انه نسمع صوتك من خلالها ان شاء الله. ان شاء الله اذا كنت موجود حبيبي، ولي الشرف ان شاء الله. وحاب ابارك للهلاليين وجود النجم اعتقد دوسري، بس ما ادري ايش سالم الدوسري. سالم الدوسري ان شاء الله انه يكون نجم صاعد، وانه ما يلحق بعض اللاعبين اذا قبض اعمال في يده ده المستوى، لكن ان شاء الله اتمنى انه يكون نجم صاعد يفيد الكره السعوديه ان شاء الله، ويفيدنا ان شاء الله خصوصا في مباراه استراليا، ويكون هو النقطه الحاسمه في المباراه هذه كبيره. يعطيك العافيه الغالي، سعدت اني اسمع صوتك من جديد. الله يعافيك، الشرف لي ابو بدر، وموفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم التوفيق. شكرا جزيلا لصديقنا العزيز، دائما في تواصل جميل معنا، استمعنا لرايه، طبعا تحدث عن المباريات، تحدث عن ربما هو من متابعين نادي الشباب، نتمنى ان شاء الله التوفيق وايضا لنادي الشباب. معنا الاخ عبد العزيز من استراليا. عبد العزيز مساء الخير. بس والله بخير، ايش اخبارك؟ طيب الله يطول عمرك يا هلاك. كيف الاجواء عندكم؟ لا والله بشر كل شيء ما تحب، الحمد لله. انت شمورك؟ والله الامور طيب. قال تكلم لي عن مباراه اليوم يعني والامس، ايش المباراه اللي تحب تتكلم فيها، ملاحظاتك على والله يا ابو سعود، بحكم الهلال احب ابارك لجماهير الهلال، وان شاء الله باذن الله الصداره جايه، بس يبينا صبر. و يا الشيء الثاني بالنسبه لمباراه الانصار والنصر، انا والله ما شفتها، بس دلت النتيجه 4-1. ومباراه اللي حقت الشباب والتعاون، والله تمنين ان الشباب يتعثر بس عاد مشوا. طيب كهلالي اسالك، يعني هل الدوري قريب من الهلال؟ الهلال 46 نقطه. والله هو شوف، هو مو في يد الهلال حاليا، يعني في يد الفرق الثانيه، بس الهلال اللي عليه انه يفوز، والباقي على الله عاد. يعني نستنى تعثر الاهلي، او لان الفرق تقريبا نقطه نقطه، يعني مو بذاك الزود يعني. بس اما في بس ملاحظه على الاخ اللي تكلم قبل شوي بالنسبه ل، انا اتفق معه يعني من ناحيه المبالغ، بس يعني اذا صارت مكافآت يعني ليش لا، يعني اذا مثلا زي ما قال 120، معني ما ادري عن سالفه 120، بس انه يعني فريق اخذ بطوله شيء طبيعي انه تكافأ. يعني انا اتفق مع من ناحيه ان المفروض اللاعب ما يستلم مبلغ كامل، انه يستلم مثلا مقدم العقد يكون على دفعات، او يكون يتوزع على رواتب يعني. حلو، عرفت شيء اقصد؟ يعني اما مكافآت ما اتوقع انها يعني اي لاعب بيجي تقريبا يعني لازم انها فعلى كل فوز او على كل بطوله ياخذ مكافاه. طيب بس هذه المداخله اللي الاخ عن المنتخب السعودي، هو تكلم عن المنتخب السعودي، بيعسكر عندكم في استراليا. اي انا اشوف انه ملائم، اول شيء لان الرحله طويله تقريبا يوم ونص، فاتوقع على بال ما يريحون، وتعرف تغير الساعه البيولوجيه اذا اول مره يسافرون، فبتاثر عليهم اول 3 أيام 4 أيام، فاشوف انه تفكير سليم انهم يطلعون اول خلال اسبوعين هذه. جميل ابو سعود، وبيلعب وديتين اتوقع مع نيوزيلندا او شيء زي كذا. جميل ابو سعود، اتمنى نسمع صوتك ان شاء الله في المرات القادمه، واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. الله يطول عمرك، وصل سلامي للكابتن محمد ان شاء الله يبلغ. شكرا جزيلا لك ابو سعود. الله يطول عمرك، مع السلامه. شكرا صديقنا العزيز عبد العزيز من استراليا، دائما في تواصل معنا. ناخذ الاخ خالد. مساء الخير خالد. خالد مساء الخير. الو خالد مساء الخير، يا اهلا وسهلا.
مساكم الله بالخير وكيف حالك ابو سعود؟ يا هلا وسهلا فيك الله يطول لي عمرك. نتكلم عن صلعه ابو عابد اليوم. اي لا مو موجود ابو عابد صلعته بس ان شاء الله بيكون معنا في سكايب، يعني هو قال على حسب وقته ان شاء الله بيحاول انه يكون موجود معنا في سكايب يعطينا اراء في مباريات اليوم امكن. تكفي وتوفي ابو سعود الله يطول عمرك. اذا كان مو موجود لايف بيكون موجود معنا في سكايب الصلعه موجوده ان شاء الله. ايش رايك مباريات اليوم؟ ايش المباراه؟ اي مباراه؟ المباراه ما ابتدى ولا انت تحب تتكلم فيها؟ والله انا اتكلم عن الجوله كامله. يعني اول شيء مبروك للاهلي وللهلال وللشباب الفوز اليوم، وارد لك الخاسرين، مبروك للنصر. يعني بصراحه كاهلاويين كان ودنا ان الشباب يتعثر والهلال يتعثر، علشان كانت مباراه صعبه على الشباب اليوم مع التعاون. والله بصراحة أنا كنت بين الهلال والاتحاد والشباب والتعاون، يعني والشباب لحقها في الأخير، يعني وكنت يعني ما أتوقع إن الشباب يضيع هالفرصة، يعني إنها يتعثر، يعني مع احترامنا للتعاون لكن فرق الإمكانيات. طيب الفيصلي ما كانت مباراة صعبة على الفريق الأهلي إنه سجل هدف و بالنسبة للأهلي بداية الشوط الثاني كانت يعني يمكن أصعب لحظات المباراة، يعني من بداية الشوط الثاني لين دقيقة 60-65 لين نزل أحمد درويش بدأ الأهلي يمسك كورة. يعني في بداية الشوط الثاني يعني تقدر تقارنها وتشبهها بآخر 10 دقائق من مباراة. طيب مدرب الأهلي أنت تطمن معاه ولا دائما تكون خايف؟ والله بصدق يعني احنا خلنا نرجع لل يعني سنتين ثلاث ورا ما مر على الاهلي مثل هالمدرب. كون ان اللاعب يتراخى ويبرد داخل الملعب، يعني ما يقدر المدرب يعطيه جرعه حماس اضافيه بصراحه. المدرب يحط التشكيله، احنا نشوف التشكيله من اول، نشوفها في المباريات السابقه، بس لا تنسى يعني تاثير الدوري، ويعني المباريات المتلاحقه انه مهما كان اي لاعب ومهما كان جهده وبرضه على مستوى الاحتراف اللي عندنا، يعني الا ما ينزل مستوى، الا ما يصير فيه غياب ذهني غياب تركيز، كل هذه بتاثر. يعني ولاعبتنا نعرفهم، يعني ما يحتاج ان نقول نقارن ونزيد ونعيد بسار. طيب سيموس مو مقلقكم انه ما يسجل اهداف؟ والله بالنسبه لي انا انظر للاهلي، يعني ما انظر للفكتور. طالما سيموس بيشارك في هجمه ويؤدي اللي عليه في الهجمه، يعني ما هو انه يعني شفنا امس في فرق كبير عن المباراه اللي راحت، في المباراه اللي راحت مع الفتح كل اللعيبه همهم ان فيكتور يسجل، يعني يمكن لاحظناها في اخر الدقائق وضيعت المباراه. بس بالنسبه لمباراه امس فيكتور الكره اللي تجيه وما في احد فاتح له بيحاول فيها، بس امس يمشي كوره يعني يكمل تكتيك الهجمة ويكمل تمرير الهجمة، ما عطل علشان هو يسجل. فهذا طالما الأهلي يفوز أنا يعني هو هذا الهم الأول، واللي المفروض أنه يوصل الفكتور ويعرف الفكتور أن الهم الأول فوز الفريق، ما هو تسجيل فكتور. طالما في يعني ما شاء الله تبارك الله عماد الحسني وفى وكفى، وهذا المهم الفريق يفوز، ما هو الهدف ان فيكتور يصير هداف. طيب طالما انك تكلمت على عماد انا كنت يعني مجهز له سؤال، يعني عماد ايش رايك فيه في الاونه الاخيره بالتحديد؟ يعني والله بصراحه يعني قريت مواضيع يعني اليوم في النت، يعني كانه استلم العصا السباق من فيكتور. يعني فيكتور الدور الاول ما شاء الله تبارك الله ادى اداء نسانا كل مهاجمين الدوري السعودي، الحين سلم العصا للعمده، وكويس انهم اثنينهم في الاهلي. يعني عماد ما شاء الله تبارك الله يعني لاعب يعني لما نشوف وين يوقف وين يعني متابعته للهجمه، يعني نادرا بصدق يعني في الخليج تلاقي لاعب زي كذا. اتمنى انه يبقى في الاهلي ويتجدد عقده. ما شاء الله يعني لاعب ما تأثر بأنه سنة وبروح لا بالعكس جاء يثبت نفسه، يعني بالعكس يعني اللاعب يدخل مع التحدي مع نفسه، زي اللي يقول ليه ما تجددون للحين. يعني
بصراحة أنا استغرب كثير يعني فريق الريان القطري أنه يستغني عن هذا اللاعب، يعني هو كان يعني من قائمة الموجودة سابقا مع نادي الريان، فجأة يعني نهاية الموسم تنازل عن هذا اللاعب، وهو ذكاء ومكسب بالنسبة للأهلي أنهم يكسبون هذا اللاعب. والله للأهلي يعني وما شاء الله على عماد، يعني من أول مباراة لعب مع الأهلي يعني تحس أنه لاعب له ثقله في الملعب. يعني حتى بداية لعبه مع الأهلي يعني كان الأهلي في مراكز متأخرة، وكان يعني مستواه مش ولا بد ولا أحد راضي عن الأهلي، لا يعني لا مشجع ولا أي واحد متابع للدوري يعني يعرف الأهلي وتاريخه. ومن أول مباراة أو ثاني مباراة يعني أثبت إنه صفقة ناجحة، والحمد لله يعني للأهلي. يبدو أننا فقدنا الصوت والاتصال مع أخونا العزيز، طبعا نعتذر له يمكن عنده مشكلة في الاتصال، أتمنى إن شاء الله يعاود الاتصال فينا مرة أخرى ونتواصل معه. طبعا راح استقبل أي اتصالات أخرى، وأعتذر مرة أخرى الأخونا الكريم خالد. مساء الخير. مساء الخير ابو بدر. يا هلا وسهلا طارق، مسيك الله بالخير، كيف حالك؟ مساك الله بالنور، الله يعافيك، شحالك؟ مساك طيب. طيبين الحمد لله. ابارك لك للنصر اليوم 4-1 على الانصار ولا لا؟ الله يبارك فيك يا ابو بدر. والله يعني انا قاعد اتقلب بين الكلاسيكو وبين المباراه دي، يعني النصر بدا يرجع تدريجيا، لكن ما تاخذنا على ما قالوا ما ياخذها الانتصار ذا ونشوة الانتصار. نحن في يعني المستقبل نحن نرتخي. طبعا الفوز هذا يبغى له جهد، يبغى له عمل، ويبغى له انا يعجبني المدرب انه بروده، طبعا في اشراك مع لعيبه مثل البرازيلي اللي لعب اليوم، صراحه لمساته حلوه يوحي لنا ان احنا يعني عندنا لاعب ممكن يفيد الفريق، ممكن يكون اضافه للفريق. النقطه الثانيه ابو بدر احب اضيفها بس انه نبارك لانفسنا كسعوديين بالموهبه سالم الدوسري. طبعا انا بذكر انك كنت نصراوي يعني للجميع اللي تعرف. الله الله. يعني الله الله، لكن اللاعب ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، وانا اتمنى يعني انه يكون له بصمه في مباراه استراليا. يعني انت ما تشوف ان يعني في البعض يقول والله على اساس استعجلوا، يعني اي واحد يبدع في مباراه ياخذونه، يعني كثير من حديث الناس يكون في هذا الجانب. اللي يعرف الكوره ابو بدر يعرف من لمسه اللاعب انه موهبه او لا، وسالم الدوسري لمسته في الكوره، انت لو كنت متابع له في الهلال في الاولمبي بتعرف انه اللاعب هذا يعني مهاره، واللي يقول لك انه ما عندنا مواهب هذه غلط نفسه. المواهب كلها موجوده، يعني موجوده في الهلال، نواف العابد، الدوسري موجوده في الاتحاد، موجوده في الاهلي، لكن يبغى لها الفرصه. اعطيت الفرصه لسالم الدوسري، في غيره ينتظر الفرصه. عندنا ناس تعدت العمر الافتراضي للاعب، يعني اللي هو فوق 30 وما زالوا معشعشين عندنا، مثل النصر الحين في مواهب في الأولمبي لكن ما أعطيت الفرصة أنها تشارك وتثبت يعني لها وجود في الفريق. أنا صراحة الدوسري معجب فيه وما شاء الله عليه، والله يحميه إن شاء الله من العين. وهذا طبعا كمنتخب بغض النظر انه هلال او نصر او 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 غيره، لكن انا ابغاه يفيدنا في المنتخب. ابغى اللعيبه هذول هي مستقبل الكره السعوديه، تعطى الفرصه نشجعها، ما علينا لا من هلال ولا من نصر. انا بغض النظر عن تشكيله ريكارد، وانا احترم ريكارد باختياره، سواء اخذ ما اخذ فايز السبيعي او ما اخذ حمد الحمد، زي مداخله الشباب اللي قبل شوي يقولون ليه ما اخذ، او في تعليقات المحللين. طبعا كل مدرب له خطته وله حاجته في العناصر اللي يبغاها في الفريق. اكيد انه ما اخذ فايز السبيعي يبغى له فرصه، يمكن ما يبغى يتحطم انه ما يجيبه ويخليه احتياط صحيه معنويه للاعب،
انه يكون يعني اختير على الاقل في المنتخب انه احتك مع المنتخب. لكن انا اتوقع انه فايز راح يكون هو بعد طيب. بعد حسن العتيبي. حسن العتيبي ما راح يعني بيكون بيطول, لكن اتوقع انه هو اللي في الصف الثاني. طيب اتوقع اختياره عن قريب. يعني طارق ما توقعت انه سالم يسجل الهدف؟ يعني عدى الفريق يعني من نص الملعب هو يركض, يعني ما توقعت والله لو شايتها انا اتوقع انها ما تجي. لكن هذه تضاف له يا بدر, تضاف له نقطة يعني فيها ذكاء, فيها عدم أنانية من اللاعب, فيها ردة فعل سريع. يعني نظرته ممكن على الكورة, لكن هو شايف البدلة, شايف اللي هو التيشيرت الشلهوب ولعبه على طول. يعني ممكن اللي يلعب كورة بيعرف الشيء ذا, انه من نظرة اعرف البدلة انه في لاعب هلالي جاي هناك, بغض النظر من اللاعب. هو راح يخرب جمالية الكورة لو شاتها, لانها من وضعيته ما راح يجيب الكوره, ما راح بيحطها في الجول. طيب ابارك طبعا للشباب, ابارك للاهلي, والسنه دي اعتقد تختلف عن ثلاث اربع خمس سنوات ماضيه راحت. السنه هذه فيها لعبه الكراسي, يعني ما احنا بعارفين من هو اللي بيتعثر, من هو اللي بيتقدم. وبارك لنفسنا طبعا هالدوري. طيب لحظة, أنا أبغاك تبقى معي, نبغى نتابع أنا وياك الآن مباراة أهداف النصر والأنصار اللي ما استعرضناها. أبغاك تبقى معي على الخط, وبعدين بنرجع نعلق أنا وياك طالما أنك من جماهير نادي النصر, تعلق عن هذه المباراة وعن الأهداف وعن حالة الطرد اللي جات في هذه المباراة. أتمنى أنك تبقى معي طارق. طبعا نتابع الآن معكم جميعا أهداف تلك المباراة التي جاءت ما بين النصر والأنصار, وانتهت بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد, وأيضا شهدت طرد اللاعب كيم. طارق الحين تعال هوا, تفضل الحين. هفوات كثيرة يعني عبد الله عنزي يشيل الصعبة والسهلة, يعني كان لاولى من بالكرة هذه انه يعطيها بوكس, يعني زي ما هو متعارف عليه. انت ما تقدر عليها وانت جاي مندفع, مستحيل لك تمسكها. يعني انت جاي مندفع مستحيل لك تمسكها وسط زحمة, اديها على طول على ما قالوا بوكس وخلاص انتهت السالفة. برضو سوى تغطية من المدافعين النصر انهم ما كانوا موجودين في, يعني في لاعب جاي من الخلف, اثنين واحد وراء. طيب المدافعين متمركزين قدام الحارس, والحارس يعني ما طلع لها بالشكل السليم. طيب كم ما كان بيكون نقطة تحول المباراة انه طرده في المباراة يمكن تأثر؟ والله كانت ممكن تأثر, لكن واضح من فريق الأنصار انه عنده اللياقة البدنية خفت كثير. يعني ممكن النصر كان يلعب في الشوط الأول بلمسات سريعة, وأول يعني من زمان أنا ما شفت النصر يلعب كذا. ممكن يكون ضعف الفريق المقابل الأنصار, ممكن الجهد اللي استنزف فريق الأنصار من المباراة اللي راحت بعد فوزهم على التعاون, برضو ظروف الطيران اللي صاحبت فريق الأنصار. طبعا هم ما وصلوا إلى الساعة 3 الفجر تقريبا وصار في جهد, فخفت اللياقة. والنصر زاد على الشيء ذا انه يلعب على قولتنا طقطقه في وسط الملعب, يعني لمسه الثانيه, وهذا اللي فاد النصر كثير انه كيف رجع للمباراه يلعب باسلوب, لعب في المباراه هذه باسلوب الهلال. انا لعب باسلوب الهلال. انا ما اقول لك برشلونه,
انا اقول لك لعب باسلوب الهلال. الهلال يتميز طبعا باللعب في نص الملعب، هو افضل فريق يلعب في نص الملعب. طارق انا شفت في بعض الكرات انه ساقطه خلف المدافعين، يعني شفت بعض الاهداف انه اعتمدوا على يعني سوء دفاع الانصار، يعني في كرتين ربما حتى كره بوغاش اللي ما تعامل معها بالشكل الجيد كانت كلها خلف المدافعين، عدم تمركز جيد للمدافعين الانصار في كثير من الحالات. طبعا الهدف الاول هو كسر مصيده التسلل اللي سجلها نفس اللاعب ذا، هو اللي كسر التسلل، هذا الهدف الاول. الاطراف عندهم برضو ترى ما هي بذاك الزود يعني، والدليل انه النصر قاعد يضغط من الاطراف. شوف الهدف هذا صار فيه تسلل، كسر تسلل من حسين عبد الغني برا، ما في تغطيه، ما في تغطيه اللي هم المدافعين الانصار، طبعا هم سوء تغطيه من ضعف او نقول ضعف في دفاع الانصار هو اللي طبعا ادى الى ولوج الاهداف عليهم. وش تقول للنصر الان؟ يعني دائما يعني لما ينتصر النصر في مباراه نسمع نغمه انه والله النصر رجع، بدت تعود نغمه الانتصارات، يبدا فيه شحن اعلامي انه في عوده لنادي النصر. والله انا قلت في البدايه بدر انه ما ناخذ ما ياخذنا الحماس بالانتصار هذا. هذه ممكن تكون نقطه تشجيع للاعبين، بس ان ما 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 نغلو في الفرحه، ما نزيد في الفرحه. ما النصر باقي لسه ويبغى له صبر. انا اتوقع بعد المعسكر اللي بيكون في الدوحه انا متفائل كثير كثير كثير، والله متفائل ابو بدر بهالمدرب. يعني هو صبور، واضح انه رجال عنده خبره، عنده بطولات، عنده احترافيه في الـ الـ في ممكن يبغى له وقت لانه جاء في نص الموسم. حسب علمي يعني انه يمكن يلعب مع نادي العربي ونادي الخليطيات القطري، انه يلعب مباريات وديه، ونادي الغرافه ربما اعتذر عن المباراه الوديه لظروف النادي يعني. والله هذه شوف ابو بدر، بغض النظر عن الفرق اللي بيقابلها قطري، بغض النظر النصر طبعا عنده لعيبه يمكن نص الفريق او اكثر من نص الفريق طبعا هم جدد. بغض النظر النصر طبعا عنده لعيبه يمكن نص الفريق او اكثر من نص الفريق طبعا هم جدد، يحتاج النصر الى انسجام في الفتره هذه. يعني صعب انك تقعد تجرب في كل مباراه تشكيله وتجرب في او 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 تجرب خطط تكتيكيه في وسط الدوري، فممكن هذه تكون يعني فرصه مواتيه للمدرب انه يطبق تكتيكه برا، خصوصا انه بعد الفتره هذه راح يقابل الشباب. يعني المفروض انه يختار افضل تشكيله، وانا اتوقع انه افضل تشكيله هي تشكيله اليوم، ممكن بإضافة الفاجنر تصير قوة كبيرة في النصر إن شاء الله. ونشوف الاحتياط، يعني الاحتياط برضو ما أعطاه فرصة اللي هو السعران، ما شفنا السعران يلعب. طيب بسألك ماتورانا ليش بارد؟ والله ممكن بروده يعتمد طبعا لأنه قاعد يجرب. اليوم هو الوحيد اللي وقف فيه، أنا من شفته جاء اليوم الوحيد هو اللي جاء، اليوم الوحيد هو اللي وقف في المباراة قبل طبعا قبل لا يسجل النصر أي هدف، هو واقف وعجبني وقوفه، حتى في وقوفه تحس إنه فيه شموخ يعني. طيب أنا الحين أعيد لك لقطة للمترانة هو واقف، طبعا هذه تأكيد متابعة دقيقة منك المترانة بصراحة. يعني في لقطة الآن نستعرضها، المترانة هو واقف اليوم، يعني العادة كما ذكرت إنه يكون هادي وجالس ولا يتأثر، جالس سجل عليه سجل ولا سجل وعادي يعني جالس الرجال. عموما ترى هدوءه ينعكس على اللاعبين، يعني طالما انه المدرب هادئ في بعض الحالات يعني الهدوء ينعكس على اللاعبين، يعني مرات يكون صح. ايجابي مرات يكون سلبي يعني. صح. وفي نقطه ثانيه ابو بدر، طبعا هو في المؤتمر الصحفي يتكلم عن عمر هوساوي وعن انه ما يزج باللاعب او انه في بينهم وبينه مشاكل، رد هو قال انه عمر هوساوي هذا اقرب اللعيبه لي. انا استنتجت من كلامه ان الرجال ما يبغى يقتل اللاعب. يعني عمر هوساوي ممكن اخطاء فادحه، يعني مباراه الهلال الاخيره جاب العيد على قولتنا، جاب العيد. هو هنا تستنتج انه المدرب هذا مدرب فاهم،
لو يشركه في المباراة اللي بعدها وبيجيب مرة ثانية راح يتحطم اللاعب نفسيا. لكن هذه حكمة من المدرب من خبرته انه انا ما ابغى استعجل على اللاعب ذا واحطمه، خصوصا انه ممكن يرى ان اللاعب هذا راح يكون له شأن في النصر او في الكرة السعودية. وهو قالها اليوم، قال هذا ساجعل منه لاعب كبير، وفعلا يعني قالها. وممكن طبعا انا استغرب صراحة هجوم الكابتن يوسف خميس، ما عجبني صراحة هجومه قبل المباراة وبين الشوطين، يعني كأنه يقول تحريض انه شيل المدرب هذا. هذا المدرب مو جاي قاعد يجرب، النصر يبغى فريق، يبغى فريق جاهز. طيب هو جاي وما عنده أدوات، انت تطلب منه وهو ما عنده أدوات، الأدوات هذه لسه جاية. يعني انت لما تجي وتجيب لك جهاز مش مركب وتبغاني يا يوسف خميس اركب الجهاز هذا وانا لسه ما اعرف هذا وين يركب وهذا وين يركب، فهو يحتاج برضه. وهذه رسالة لجماهير النصر، ان اعطوا المدرب فرصة، باقي عندنا بطولة، خلوا المدرب يشتغل عليها، لا تقعدون تشغلون انفسكم بتصريحات او باعلام او بجرائد او فلان قال او فلان شحننا نفسيا. يعني نبغى نفوز، نبغى حتى الانصار هذا املنا، خلينا نفوز على الانصار، خلي اللي بعدها تكون مع الشباب، خلينا نتجهز للبطوله نقول الاغلى. طيب انت تتكلم عن احترافيه، يعني رايك بالعمل اللي قام فيه اللاعب كم اليوم من تصرف اللي هو حصل عليه من خلاله الكرت الاحمر؟ والله يعني نقول سوء سلوك. طيب الإدارة مطلوب منها شيء؟ والله إذا أنت تشوف الإدارة جايب اللاعب بفلوس، الإدارة جايب اللاعب بفلوس عشان تخدم الفريق، مو عشان تخسر الجهود لاعب أو إنه يقعد يريح. بس كان هو نقطة تحول في المباراة، يعني عملية طرد يمكن كانت تأثر على الفريق. هي انا شو اقول لك، هي الاداره جايبته بفلوس عشان تخدم الفريق، مو عشان هو يعكس الشيء ذا بشكل سلبي. يعني هو الكوري هذا ذكرني بالكوري الاتفاقي، يعني انا قلت الظاهر الكوريين ما الكوري الاتفاقي، الكوري الهلالي، الكوري النصراوي، الظاهر هم جايين من هناك بشرهم. يعني عموما يعني لازم تكون زي ما ذكرت ان الإدارة يعني وان كان بفلوس المفروض يكون في عملية داخلية او في لائحة داخلية. اكيد من ناحية اكيد العقوبات. اكيد اكيد انه في، مش بس في النصر، اكيد انه في جميع الاندية ممكن يكون برضو في غرامة برضو من الاتحاد السعودي على ما اعتقد، انه اذا كان 6 كروت صفراء يغرم اللاعب، ممكن الكرت الاحمر ينطبق عليه الشيء ذا. طيب طارق انا سعدت صراحه انه اسمع صوتك واتصل معك اليوم واتحفت انا برايك. وانا اسعد ابو بدر، الله يطول عمرك ان شاء الله، نسمع صوتك وانت طيب ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا حبيبي. شكرا لصديقنا العزيز طارق اللي تحدث اليوم عن اعجابه بسالم الدوسري، وتحدث ايضا عن نقاط اخرى من خلال مواجهه النصر اليوم. طبعا نستقبل اتصال ابو فارس. ابو فارس مساء النور وعليكم السلام. مبروك الفوز، مبروك الفوز اول شيء. يبارك في عمرك، بس حل البارشه شوي. تفضل. مستتم الخير جميعا، كيف الحال؟ هلا وسهلا، هلا وسهلا ابو فارس. اليوم مستانس انت؟ والله انا مستانس من مباراة اليوم حق الاتحاد والهلال بصراحة. ليش؟ معنى مباراة الامس يعني بصراحة مستقبل كرة جيد للسعودية، خاصة لما تشوف مواهب هذه الطريقة. انا لازم تعجب طارق متحسف على سالم الدوسري بحكم ان سالم تمرن، سجل في النصر، سجل في نادي النصر، ما تمرن، سجل في نادي النصر وضعت 10 طن من السقو. طيب ايش رايك في الاهلي؟ اعتقد ان الاهلي تعلم شوي من مباراة الفتح، خصوصا قفل الغارات والمساحات، اللعب على المضمون، وجود باليمين ووجود العيسى، ايضا العيسى نشيد فيه كلاعب مستقبل ما شاء الله تبارك الله، يملك كاريزما اللاعب الكبار، ثقة في التمرير، ثقة في التسديد، ثقة في نقل الكرة، ثقة ايضا في الرفع من الركنيات، يعني ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله باذن الله كله مستقبل.
لكن وجود باليمين اليوم فعلا فتح عيوننا على ثغرة كان يعملها معتز، وهي عملية انه قتل الهجمة للفريق المنافس من داخل ملعب الفريق المنافس. يعني ما كان في مجال انه والله اعطي اللاعب يقطع نصف الملعب ويأتيني لمناطق الخطرة عندي على مناطق ال 18 ثم افكر اني والله اقطع الهجمة، لا، باليمينو كان يحاول، وايضا الفريق بشكل كامل كان يحاول عملية اقفال اللعب او الهجمات المضادة من داخل ملعب الفريق المنافس. الفيصل امس ما كان ذاك، ما كان يستطيع باي حال من الاحوال انه يتفوق على الاهلي، على الرغم، وهذه ملاحظه اتمنى توصل لجارولين، الشوط الاول دائما الاهلي يعطي افضل ما يستطيع، الشوط الثاني دائما نجد عمليات هلا والله طارق يعطي بشكل اقل. انا استغربت والله عبد اخوي عبد العزيز باللي يقول لك مكافآت، وليش يعطي اللاعبين مكافآت الهلال او غير الهلال؟ يعني لا، هو يشوف القيمة عالية انه 120، هو وجهة نظر يعني. هو ما يقصد الكرة السعودية دائما مكافآت يا عبد العزيز، يكون دائما لأي بطولة لها مكافآت، بالإضافة إلى يكون هذا النادي راعي، بالتالي إدارة النادي قد يعني هذا لابد تكون في أي عقد، يعني حتى مع المدربين مع اللاعبين الأجانب. وقفت اللاعب السعودي إنه ياخذ 120,000 أو 100,000، يا أخي اللاعب جاب لك بطولة تسجل في تاريخ النادي، أيضا افرح شريحه كبيره من الجمهور. ما اعتقد انه الامر فيه نوع من غير المنطقيه، بالعكس اتمنى لاعبينا يحققوا بطولات وياخذوا المبالغ اللي يبغونها. طيب اليوم في خبر انه محمد الشيخي استقال من المركز الاعلامي، صحيح الخبر هذا؟ لا ما حتى الان ما استقال، لكن تعرف محمد الشيخي هو اللي اسس المركز الاعلامي تقريبا له 16 سنه. وجود محمد الشيخي في مجلس الاداره في فتره سابقه ما كان له وجود، الان اعتقد انه في بعض الاخبار تتداول انه يكون ممكن عبد الله الشيخي موجود في مجلس المركز الاعلامي ويتم ادخال محمد الشيخي. ادرى عبد الله الشيخي كفاءه، ومحمد الشيخي ايضا يعتبر فكر اداري وليس فكر اعلامي، يعني شخص متمكن من جميع الادوات، فاعتقد عندنا في المركز الاعلامي عندنا له خصوصيه غير الانديه الاخرى. فأعتقد أن وجود محمد الشيخي سواء كان في مجلس إدارة مكسب أو بقاءه في منصب المركز الإعلامي أتوقع بإذن الله يكون مكسب. طيب رسالة توجهها لطارق الشدي. والله طارق أنا أقول لك النصر أو الأنصار مهم قياس يا طارق. أول شيء النصر للأسف مشكلة النصر دائما أنه أي فوز يتعاملون معاه على أنه خلاص دفن جميع الاخطاء السابقه وخلاص الفريق بدا يمشي في الطريق الصحيح. لا هو قال كذا طارق، هو قال الكلام هذا، قال انه لا نركن عند هذا الجزء، لا نعتقد انه هذه صحوه وان هذا الامور اللي تردد دائما مع كل انتصار. يمكن طارق يتكلم بالوجه الصحيح، لكن لو اخذنا انا كنت اتابع ايضا في روم مثلا الرمز روم النصراوي، يعني فعلا حاله تفاؤل مفرطه، النصر او الانصار بامانه مو ذاك الفريق اللي ممكن تبني عليه احلام حتى على مستوى الفريق اليوم ما شفنا كوره. مقياسك من وين؟ مقياسك من وين اخذته؟ على فريق الانصار ليس ذاك الفريق اللي ممكن مقياسك من الجمهور، ردة الفعل من الجمهور من وين؟ من روم نادي الرمز او روم الرمز اللي هو نادي في البالتوك، بحكم ان ايضا نتواجد احيانا مع اخوان، كانوا يعني في نوع من انه لا خلاص المباراة دي فزنا فيها معناه خلاص انتهت كل أخطاءنا، يلا المباراة القادمة، المباراة القادمة قدام الشباب والشباب فريق منافس، يعني بالتالي الفريق هذا انت لابد تعد العدة. عبد العزيز انا والله خلينا بعد شوي عن مباراة النصر، انا بحكم تابعت مباراة الاتحاد كاملة. مشكلة ان نادي بحجم الاتحاد يخضع لسياسة الصوت العالي او اللاعب الخبرة او اللاعب المخضرم. انت تقصد اليوم اقصد محمد نور، يعني جميع الاتحاديين يرون انه بقاء محمد نور خوفا من وجوده في التشكيله الاساسيه، يعني مشكله اللاعب لا يقدم مستوى، مرتعد له مده شهر ونص، اللاعب كان مصاب، يعني فريق الاتحاد اليوم اعتمد على الاسماء، عمليه جمع اكبر لاعبين خبره وزجهم في الملعب دون خطه دون عمليه تنظيم داخل الملعب، هذه المشكله بحد ذاتها. يا أنا الأوان الاتحاديين أن يكون لهم أو القيادة الإدارة الاتحادية الصوت الاتحاد المسموع داخل النادي، يابد أن يكون هناك إيقاف لهذا المسلسلات من عملية فرض سيطرة النجوم على الفريق. أنا والله لا أتكلم عن كوني أهلاوي، بالعكس أنا كنت أتمنى لا اتحادي اليوم يفوز لأنه فعلا كان بيخدمني، لكن فعلا الاتحاد
اذا استمر بهذه الطريقه من سنتين ولا مشجع الاتحاد بيقول لك والله الاتحاد كنا نفوز على الهلال وعلى الانديه اخرى محمد دور. نعم، لكن يظل هذا التاريخ وماضي. انت الان بامانه يا عبد العزيز، هذا الموسم غيرت مفاهيم الكره السعوديه بجميع جوانبها. طيب، اكتشفنا مواهب كانت بتفونا. يقال انه ما بين جريتس وما بين حسن شحاتة قريب من نادي الاتحاد. اولا جريتس مبلغ 8 مليون يورو شرط جزائي، وبالتالي لا يستطيع كائن من كان ان يدفع هذا المبلغ بامانه، حتى وان كان عمليه فسخ بالتراضي ما بين الاتحاد المغربي وما بين جريتس، لان عمليه ضغط الجماهير الرياضيه على الجامعه الرياضيه هنالك في المغرب كما تسمى، انه يطالبون بعمليه اقاله جريتس، يعني في ضغط شارع وما يبغون، تعرف في الوضع الحالي انه يكون اي مجال ثغره لعمليه مثل مظاهرات ومثل هذا الجانب. ما يحتاج عبد العزيز ان يعرفون الجمهور الرياضي العام السعودي عامه والاتحاد، البرلمان المغربي يطالب، الوسط الرياضي المغربي يطالب، لكن الاتحاد المغربي او الجامعه المغربيه لا تستطيع ان تفك ارتباطها مع جريتس الا ولا ملزمه مدفع ما لك بعمليه البرلمان او ما يطالب به الوسط الرياضي المغربي. لابد ان تعرف ان الجامعه الرياضيه اللي تمثل الاتحاد المغربي لكره القدم تعرف ان في حاله فسخ عقدها مع جريتس لابد ان تدفع له الشرط الجزائي. اذا انتظر اي نادي ان ياتي بشكل منقذ. الاتحاد لن يدفع 8 مليون يورو شرط جزائي، وايضا جريتس ايضا لن يفرط في هذا المبلغ طالما انه يرى في شخصه انه هذه فرصه تعتبر، او خروج المغرب من بطوله كاس افريقيا ما هي ذاك الامر المهم او ذاك المشكله بالنسبه له، لا زال عنده عمل يراه وسوف يقدم للمغرب. لكن جريتس اعتقد انه بعيد المنال عن الاتحاديين الا اذا اتى شخص اخر وقال 8 مليون يورو ما عندهم مشكله. طيب يعني حسن شحاته؟ حسن شحاته بامانه كتكتيك فني انا اعتقد انه لا يليق بالاتحاد. مدرب حماسي، مدرب نفسيات، مدرب يعمل على الاعداد النفسي، على التشجيع، على الحوافز، على الامور، لكن داخل الملعب ما اعتقد انه مدرب. الاتحاد يبغى له مدرب انضباطي من الدرجه الاولى، كالديرون، جيرس لوآتا مثلا، كوزمين، المدربين اللي يعملون على عمليه تاسيس فكر داخل الاتحاد. طيب حسن مو انضباطي، حسن شحاته مو انضباطي، مو شديد، مو انضباطي، بس لابد التكتيك داخل الملعب. طيب حسن شحاته بالاسف بامانه ما ارى مدرب ممكن يصنع لك تكتيك داخل الملعب. والدليل نتائجه الان مع نادي الزمالك، اعتقد ان انتقل الذاكره. طيب لا، مع الاسماعيلي هو. طيب مع المنتخب يعني حقق نتائج لم يحققها لا من قبل ولا من بعده. منتخب تتكلم عن نخبة لاعبين الدوري عبد العزيز، تتكلم عن لاعبين جاهزين، تتكلم عن لاعبين يعني هم خلاصة او كريم شانتين تكلمنا الدوري المصري، وبالتالي اي مدرب حيلقى لاعبين متمرسين وليس عملية فرض تكتيك معين او تطبيق منهج. وبالتالي حتى لو لاحظنا انه في اخر سنتين اسوأ نتائج قدمها المنتخب المصري كان مع حسن شحاته بامان. طيب طارق يسلم عليك ويقول لك اغسل يدك من جريتس، ويقول لك حسن شحاته ذكر بالخراشي. خراشي مدربنا، بالعكس يعطيه الف عافيه. ما نقدر نقول في ابو محمد شيء بامانه. محمد الخراشي، نعم نعم نعم، ما اقدر اسيل احد انا شخصيا، لكن اقدر اقول انه المنتخب السعودي والله خطا. انا شخصيا وجهه نظر شخصيه، معسكر 14 يوم للمنتخب السعودي ارى خطوه خاطئه بكامل اوصافها وبكامل معاني هذه الكلمه. طيب يا اخي تبعد لاعبين عن منافسات الدوري، انا احساسيه الدوري متوقف، الدوري متوقف يا شو اسمه ابو فارس. اوقف 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 ليش؟ للمنتخب صح. طيب اخ عبد العزيز من استراليا كلم قال يحتاج لهم الى يوم ونص عمليه طيران للوصول استراليا، يحتاج لهم الى على ما يقال الساعه البلجيه يحتاج لهم الى 3 إلى 4 أيام عمليه تاقلم، يعني انك تعيد جدولك وبرمجتك من جديد للنوم وتصحى، يعني تحتاج 3 أيام على ما تدخل في الاجواء والبروده وتغير الطقس. يعني هذه وجهه نظر عبد العزيز من استراليا. عبد العزيز الان التوقف لمده كم؟ انت عارف كم يوم؟ 14 يوم ما
ما يقارب 14 يوم 14 يوم هذه اللاعبين هل عندهم عمليات ما يسمى بالتكيف مع المباريات؟ حيكون في عملية راحة أكثر من كونها تدريبات فك إطالة ولعب مباراتين ودية، ما حتكون بتلك القوة. يعني اللاعب السعودي لن يدخل مباراة ودية بكامل القوة اللي يلعب في المباراة الرسمية، وبالتالي نأتي بفريق يأتي يعني قد يكون بعيد حساسيته عن المباريات الرسمية. أنا وجهة نظري شخصيا أرى معسكر بأمانة ما استفدنا منه كثير 14 يوم يا أخي. أندية أخرى، أندية كثيرة ما أو منتخبات ما عمره شفنا معسكرات أتت. طيب 14 يوم. أبو فارس السؤال الأخير لك، شو رأيك بالشباب؟ فريق متجانس تماما، إدارة محترفة، مدرب محترف، لاعبين يعرفون ما يريدون، لا ما فريق ما أقول لك زبدة أو عملية خلاصة الفكر الرياضي اجتمعت الفكر الإداري المحترف. طيب المدرب تتوقع المحترف تتوقع أن 14 يوم هذه راح تكون إيجابية الفرق وسلبية الفرق أخرى التوقف؟ أعتقد أنه حتكون على الفرق المنافسة سلبية تماما. حلو، الله يعطيك العافية. عارف أنت الآن عارف الآن أخوي عبد العزيز أن زي الشباب زي الأهلي، خاصة الأهلي إحنا متضررين الآن بتأجيل مباراتنا أمام الاتفاق لعدة أسباب. أولا إحنا ما نعرف متى حنلعبها، وش الوقت اللي ممكن، وإذا لعبناها ما أدري إيش الظروف اللي ممكن يكون فيها الأهلي، هل يكون مكتمل، هيكون عنده إصابات، لأن حنلعب قبل مباريات وبالتالي حتأتينا في وقت زنق على قولهم. الشباب أيضا عنده مباراة أمام النصر، حيرجع من بعد العودة أمام فريق يعتبر فريق كبير اللي هو النصر، وبالتالي مشكلة بالنسبة له. الهلال سوف يأتي لاعبين مباراة الرائد خارج أرضه، يعني الثلاث الفرق الأولى حتعاني من لخبطة. الله يعيننا في بداية الدوري أو يعيننا على العودة. يعني هي اللي راح تغير معالم سلم الترتيب من وجهة نظرك؟ أكيد أكيد، لأن الفريق أنت عارف الفريق الآن بدأ يسيطر، وتلاحظ أنه أخذ ثلاث مباريات أربع مباريات بادين في نسق تصاعدي وعملية تركيز مبالغ فيه، والفريق اصبح في عمليه ستريس، يعني عمليه ضغط في قمه تركيزه. انت تعطيه اجازه 14 يوم يبدا في نوع من الخمول وعمليه الضعف، وبالتالي حيدخل المباريات اللي بعد العوده يعني في نوع من الضعف والتشتت والخمول، حتاثر على نتائج الفرق. جميل، حتاثر. ابو فارس الله يعطيك العافيه، سعدت جدا اني اسمع صوتك، ودائما انت وطارق مشاغبين مع بعض، يعطيك العافيه. والله يعطيك العافيه ويعطي العافيه اخوي طارق برضه. اعتقد انه كلنا ايضا احنا بامانه، انتم كبرنامج شو 30 تشكلون اضافه للجمهور الاهلاوي، بالعكس انتم الجمهور السعودي بصفه عامه، لان فعلا لا ملجا للجمهور ان يعطي وجهه نظر باريحيه الا شو 30. ان شاء الله تواصلكم هو الوقود دائما للقناه، يعني اذا حبت القناه انها تستمر لازم انها تتكي على مثل هؤلاء مشجعين. مبروك البارشا هدف الاول، يلا ان شاء الله سهره طويله فوز. الله يعطيك العافيه ابو فارس، ما قصرت، وشاكر لك جزيل الشكر على تواصلك. شكرا جزيلا لك، تصبح على خير ان شاء الله. شكرا لصديقنا العزيز ابو فارس على تواصله الجميل. ناخذ ايضا الاخ الصديق احمد. احمد مساء الخير. الو، السلام عليكم اخ احمد. احمد اذا كنت تسمعني احمد، طبعا هلا هلا احمد، مساء الخير. الله يطول عمرك، من تكلمني احمد؟ اهلا وسهلا فيك احمد. حدث حبيب الدروي حبيب السلام مباراه الهلال اليوم، الحمد لله ربي وفقنا وخذنا ثلاث نقاط مهمه من منافس قوي جدا في ملعبهم. ثلاث نقاط انا اشوف انها من اهم النقاط اللي هي نقاط اللي خلناها من ادري الاتحاد، كان الاتحاد طول عمره قوي في ملعبه. اول الحمد لله أكرمنا اليوم وفجنا. لكن أنا سبق تكلمت برضو بعد مباراة الهلال والاتحاد، إذا شفت وحبيبنا تكلمنا عن مشكلة الهلال في نادي المرسي. يعني كان أنت لو تلاحظ في كذا كورة في كذا كورة كان من ممكن أنه الاتحاد كان ممكن يتقدم علينا برضو الهدف بسبب أخطاء بدائية، يقروض أنها ما تصدر من لاعب الآن عمره 28 سنة و 6 سنوات أساسا. تكلمت عن ماجد المره اللي فاتت، انت تكلمت على ماجد المرشدي المره اللي فاتت. نعم، انت المره اللي فاتت تكلمت عن ماجد المرشدي. انا لابد من الان ان العين عليه من قبل جمهور الهلال، هو عبد اللطيف انا اسف على ما تتحمل اخطاء بدائيه ولاعيبه تركيزهم عالي لفتره طويله.
فهم علي؟ نعم. هذا اللي أنا أقوله هو بالنسبة طبعاً نادي النصر ألف مبروك، لكن ما ودي أنا صراحة جمهور النصر بعضهم الآن يراسلون من نادي النصر بيرجع مع احترام الأنصار وقاعد على الأنصار ما قاعد على البرتا مثلاً. فلا بد من الشغل في نادي النصر، لا بد من الدم الأخر. بالنسبة طبعاً للدوري، طبعاً أنا من ناحية كم تبدع ما يعني أشوف أنها شوي لأنه ما راح تحدد إلا في آخر جولة، لأنه راح تكون مباراة الشباب على ما أعتقد في الأخير، وإحنا لسه برضو فيها طبعاً مباراة قادمة ما ندري شو يصير. فرغم أتمنى ربنا يوفقنا إن شاء الله، بس نتمنى أيضا أن يكون في الملعب أتمنى يكون الدفاع مستقبل يكون عالي جدا. جميل. حبيت أعقب على كلام كذا شخص من إخواني المتابعين، فإذا واحد من الإخوان تكلم عن لاعب النصر المنسق، لا سالم الدوسري طلع طبعا هو 10 برز اسمه، طبعا هو من افضل لعيبه حواري غرب الرياض. اوكي. راح تمرن في نادي النصر عن طريق كشافه، لان معه اسبوع ما اعجبهم، ما ادري ايش يبغون تحديدا، ما ادري من اللي كان مسؤول ذيك الايام بدايه 2011 جاء عندنا تمرن خلال يومين تجمع. هذا موضوع سالم. بالنسبه للاخ اللي تكلم عن موضوع اللي هي مكافآت اللاعبين وما إلى ذلك، أنا أتفق معك لكن جديات ما أتفق معك فيها طبعا. كنت تسمعني؟ أي نعم. حتى المؤسسات جميع الشركات العالمية لا بد أن يكون هناك في حوافز اللي أنا لا بد أن أنت لازم أنت تعطي منظف على أساس أنه بطان حد يكون يعني ممتاز طول السنة. لكن أنا أتفق معاه من ناحية اللي هي عقود اللاعبين، يعني لو تحسبها يعني مثلا جتنا اخبار من الرايد 30 مليون 30 مليون ترى تحسبها ترى قد لو اللي هو دوري صار بس مليون بدون مخيات يعني في الرايد اغلى منه. فهنا ودي يعني يركزون على مساله اللي هي عقود اللاعبين، لان هي من اسباب عدم حصول اللاعب السعودي الخارجي. جميل. الله يعني عام 2000 ميلادي لو تذكر عبد العزيز اللي هو جاء وقت طبعا من نادي الانضباط اللي بيتعاقدوا مع نواف سنيات، لكن دول اخوان في نادي الهلال بدل ما هم 2 مليون دولار اعطوا نواف 3.5، فما هي الفرق. جميل. فهذا اللي اليوم، واتمنى لكم التوفيق حبيبي صراحه، والله يكثر خير ان شاء الله مع دوله الغنام والمصري. الله يعطيك العافيه الغالي، سعدت جدا اني اسمع صوتك واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. شكرا جزيلا لك على تواصلك الجميل. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لجميع الأصدقاء. طبعا الآن بشكل سريع سنذكركم بأهداف المباريات التي انتهت مباراة الهلال وعفوا التعاون والشباب، والتي انتهت بفوز الشباب بهدفين مقابل هدف واحد للتعاون، ثم نستعرض أهداف النصر والأنصار الأربعة التي انتهت هذا المساء. دعونا نتابع. إلى كرة ملعوبة، علي ينقل كرة سريعة من ملي، كرة خطرة، كرة خطرة يؤدي جزاء من الأخطاء العشرة من حسابات سامي النمري، وبيعطي انذار وليد عبد الله. ضربة جزاء للفريق الثوري في الدقيقة السادسة. لاحظ معاك لاحظ معاك لاحظ معاك الكاميرا الخلفية أفضل. إيه برافو برافو. أوه صحيح وليد عبد الله أحمد الحربي بكل تأكيد في القائم، ترجع تنحط. طبعا هذه ضربة الجزاء كانت نقطة تحول في المباراة، وطبعا هي الضربة اللي تنفذها اللاعب أحمد الحربي وارتطمت في العارضة، وطبعا كانت ربما هي نقطة لو استغلها فريق التعاون قد ربما تصعب المباراة على الفريق الشباب في تلك المباراة. الآن نعود إلى مشاهدة أحداث تلك المباراة والتي انتهت بفوز الشباب بهدفين مقابل هدف واحد. الله يا ترتري، الله يا الأردني ياسين،
وفلت من نايف وفلت من تفاريس يسجل البخيت الهدف الأول. لن تسير وحدك، نحن هنا في المدرج، ولكن هذه كرة الشمراني إلى كرة خطرة بينضغط عليها إلى كرة عرضية، كرة جول، الله جول ويندل 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 يسجل تعادل، يعيد الشباب يعيد المباراة إلى 1-1 بعد ما كان التعاون متقدم، يعادل بكرة عرضية بعد أن كانت هناك العديد من الكرات بهذه الكرة في تراخي من الديفنس، بتعادل هز الشباك التعاونية 1-1 1-1 كرة بدل فيها ناصر الشمراني بالعرضية اللي معك على طول، شوف على ريشاني كان متأخر في الكرة الماضية مع محمد أمان وديان مجرتي، هنا لعبنا في الديفنس غريغوري، كرة طويلة ملعوبة، كرة جول، الله الزلزال يزلزل المرمى، يسجل الهدف الثاني للشباب والخامس عشر الشخصي أبردوم. بالفعل زلزال تمكن من إعطاء فريقه الشباب نقاط المباراة والحصول على قمة ترتيب دوري السعودي لكرة القدم. نبارك للشباب هذا الانتصار ونقول حظ أوفر لفريق التعاون. طبعا من الأخ أبو فارس إذا كان طبعا النكنيم صحيح أهلاوي إس إيه يعطينا خبر حصري أنه فيكتور مونيز هو المدرب القادم لفريق الاتحاد لمدة سنة، وهو مدرب السابق لنادي ختافي الأسباني. نتمنى إن شاء الله التوفيق لهذا المدرب، إن صح هذا الخبر عن طريق أبو فارس اللي يؤكد أن هو المدرب القادم لنادي الاتحاد لمدة عام فيكتور مونيز، ومدرب ختافي حسب المعلومات اللي قدمها لنا صديقنا العزيز أبو فارس اللي قدم لنا هذه المعلومات. طبعا الآن بشكل سريع أيضا نستعرض أهداف مباراة النصر والأنصار، والتي انتهت بفوز النصر 4-1 للأنصار، وأيضا شهدت طرد لاعب نادي النصر المحترف بعد ما استعرضنا اللقطة مع طارق الشدي. طبعا كانت في عملية مشادة ما بينه وبين اللاعب، حكم المباراة أنها تستحق الكرت الأحمر. دعونا نتابع هذه الأهداف. في الآن يلعب الكرة مرة أخرى، راح يعرض تركي باتجاه المرمى بالرأس، متابعة، جول 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 للأنصار، جول للأنصار، هدف أول، سلسلة هجمات، هجمة ورا هجمة، يساوي جول، ضغط ورا ضغط يجيب جول، تحرك ورا تحرك يجيب جول، والأنصار يريد صناعة مستحيل بعد 17 خسارة، يريد صناعة مستحيل أمام العالمي بهذه الكرة، سجل الأنصار وأسكت العديد في ملعب الأمير فيصل بن فهد، ويسجل هدف مباراة الأول، ضغط وحاول وبكل بساطة، 1+1 يساوي جول، 1+1 وممكن يساوي بقاء للأنصار. شاهدنا مع الأولمبي في المحور، هذه كرة ملعب الأن بوغوش، رائعة جدا لحسين، ملعب الأن فرصة نصراوية، فرصة جول، كم يعدل الأمور للنصر، كم يعدل ويأتي بهدف المباراة الأول، هدف المباراة الأول ويكسر أي سيناريو سيء للفريق النصراوي، أي سيناريو سيء للفريق النصراوي. كم الكوري، كم الكوري، هدف المباراة الأول، هذه التمريرة بوغاش، تمريرة رائعة، وحسين الخبير بالمضمون لعبها للكوري كم، والكوري يأتي بهدف التعديل والتعديل والتصليح للفريق النصراوي. هذه المباراة 1089 مشجع لكرة الآن، الله، سهلاوي سهلاوي، وقت الحضور يحضر، تكلمنا عن الحضور ويحضر، سهلاوي جول، سهلاوي جول، نصراوي ثاني، النصر ينقض، النصر ينهي الأمان، النصر يعود بالنتيجة عبر السهلاوي،
هدف المباراة الثاني، هدف المباراة الثاني. الحضور قليل لكن حضور السهلاوي كبير، الحضور قليل والسهلاوي كبير 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 بهذه الكرة، كبير بهذه الكرة. شوف شوف التسديدة، لفه زاوية، لفه وتعانق الشباك، لفه بحنية على الزاوية. خالد يمر، خالد يلعب كرة ممتازة، يمر فيها، الله الله الله، بول كاش، هدف ثالث النصر، ثالث الأهداف. بوغاش، سلسلة تمريرات برشلونية، برشلونية للنصر، برشلونية للنصر، يمر فيها لهدف، كملها بوغاش، كملها بوغاش، هدف النصر الثالث. 10 لاعبين في مباراة الفتح، أقول 10 جابوا الثاني، وأقول الآن للنصر 10 جابوا الثالث، 10 جابوا الثالث للنصر، جابوا الثالث للنصر. تهدي في الجهة اليوم للأول، يمر فيها بوغاش، بوغاش بوغاش بوغاش، الله، أربعة 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 نصراوية، 10 يجيبون 4 في الأنصار، والنصر من هذه المباراة. طبعا الأهداف الأربعة اللي سجلها فريق النصر في المباراة التي انتهت قبل قليل في مواجهة فريق الأنصار. طبعا نبارك النصر، نقول حظ أوفر لفريق الأنصار. الآن على الهواء مباشرة في اتصال للكابتن محمد نور في برنامج الملعب الرياضية السعودية. طبعا يبدو أن هناك حديث كبير ما بين اللاعب أيضا ما بين الكابتن سامي الجابر المسؤول الكرة بنادي الهلال. وحسب ما سمعته قبل قليل أنه الكابتن محمد نور يقول إذا سامي الجابر مو متأكد من الكلام عليه أنه يرجع ويطلع، ويعني يبدو أن فيه أمر متداول حاليا في تصريح للكابتن سامي الجابر. يرد عليه الكابتن محمد نور حاليا عبر قناة الرياضية السعودية. طبعا تأكيد لخبر الأخ أبو فارس، طبعا يقول أنه المدرب أعطانا السيرة الذاتية للمدرب القادم لنادي الأهلي حسب خبرته، هو فيكتور مونيز مدرب نادي الاتحاد لمدة عام، وهو درب فيا ريال ودرب ختافي ودرب بناثنايكس اليوناني، قاد الفريق لعدد من المباريات. طبعا برنامجنا القادم سيكون لقطة إن شاء الله وتعليق، ولكن طبعا دعونا نستعرض قليلا، يعني طالما أنه الكلام حامي والوضع حامي، نتابع تصريح الكابتن سامي الجابر عبر قناة الرياضية السعودية وما جاء في ذلك الحوار، اللي طبعا رد عليه قبل قليل الكابتن محمد نور. وأتمنى إن شاء الله بعد قليل أننا نحصل على التصريح حتى يكون المشاهد الرياضي في متابعة لما يحدث. طبعا يعني حسب العنوان أنه سامي الجابر يعني يقول لمحمد نور لا تحلف. لم أتابع التصريح، إحنا ظهرنا مباشرة، سنتابع بعد قليل إن شاء الله التصريح اللي جاء على لسان الكابتن سامي الجابر، وسنحاول إن شاء الله أيضا رصد لتصريح الكابتن محمد نور عبر برنامج الملعب. طبعا الكابتن محمد نور حتى الآن على الهواء مباشرة للحديث في هذا الجانب، والآن ينتقل إلى الجوانب تخص نادي الاتحاد. طبعا الأخ فهد يقول نبي التصريح حق الجابر نور. إن شاء الله يا فهد لو تعطيني بس أقل من دقيقة إن شاء الله بيكون معنا تصريح سامي الجابر وما جاء في التصريح بعد المباراة عن حديثه للكابتن محمد نور. يبدو أن الحوار ساخن ما بين الطرفين، ولا أود يعني بصراحة أنه أنقل شيء، أو أتمنى أنه أسمع جميع الأمور، لأنه تصلني رسائل حول هذا الموضوع وحول فحوى الكلام، ولكن أحب في الأول أنه نشاهد ونسمع ونجعل المشاهد هو من يتابع الأحداث. طبعا أذكر بسلم ترتيب دوري زين السعودي لكرة القدم حتى الآن بعد استعراضنا
لكل الأهداف في الصدارة فريق الشباب بعد نهاية الجولة العشرين بخمسين نقطة، الأهلي في المركز الثاني بتسعة وأربعين نقطة، والهلال في المركز الثالث بستة وأربعين نقطة، والاتفاق في المركز الرابع باثنين وأربعين نقطة، والفتح في المركز الخامس بثلاثين نقطة، والنصر سادس بثمان وعشرين نقطة، والاتحاد في المركز السابع بخمس وعشرين نقطة، ونجران ثامن باثنين وعشرين، وعشرين الفيصلي في المركز التاسع، وهجر أيضا عشرين نقطة في المركز العاشر، والرائد في المركز الحادي عشر بثمانية عشر نقطة، وفريق القادسية في المركز الثاني عشر بستة عشر نقطة، التعاون في المركز الثالث عشر بأربعة عشر نقطة، والأنصار في المركز الرابع عشر بأربع نقطة. حاليا نحن نقوم بعملية تحميل للتصريح اللي جاء على لسان الكابتن سامي الجابر بعد نهاية المباراة، والذي تحدث فيه عن الكابتن محمد نور، وجاء قبل قليل تصريح للكابتن محمد نور عن رد للكابتن سامي الجابر. نتاج اليوم: انتهى بفوز الهلال بهدفين دون مقابل على الاتحاد في جدة، جاء بفوز النصر على الأنصار بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الرياض، وجاءت أيضا فوز للشباب. طبعا دعونا استعرض الآن بشكل سريع أبو بدر، شوفوا لكم حل مع كاشف الدخان. طبعا هذا الأخ خالد، طبعا ما في كاشف أخ خالد، معنا الأخ نايس بوي يتمنى أنه يتصل فينا. مع احترامي للأخ، لابد من توزيع مكافآت للتحفيز الفريق لحصد البطولات. أبو بدر للأسف لم أستطع تسجيل موقع البث للمشاركة في الشات. طبعا الشات ما يحتاج تسجيل علشان تشارك معنا، الأمر سهل، مجرد عملية كتابة أي شيء ومن ثم أنه يعطيك مساحة. الأخ حسين بالتأكيد تستطيع مشاركتنا والاتصال معنا. طبعا هذه جميع التواصل اللي جانا عن طريق السكايب. طبعا حاليا نحن بصدد إن شاء الله عرض للحوار اللي جاء عن طريق الكابتن سامي الجابر، الآن هو يقوم بعملية مداخلة في قناة الرياضية السعودية، ربما بالرد السريع على الكابتن سامي الجابر. طبعا أيضا يؤكد هذا الكلام أنه طارق يقول أنه سامي الجابر في مداخلة الحين، يقدم اعتذار محمد نور الآن. سامي يقول للهلال والله ما يفوز، وأن محمد نور لا يفكر أننا في الحارة. طبعا هذا حديث الاثنان، والقناة الرياضية جمعت محمد نور وأيضا جمعت سامي الجابر للحديث عن هذا الجانب وإيضاح تلك الصورة حتى يعني تكتمل الأمور. دعونا أستقبل اتصال الأخ خالد، ومن ثم إن شاء الله يكون الفيديو كامل. مساء الخير خالد. مساء النور اخوي، انا توني قاعد اشوف المداخله، انا انقطع عني الصوت قبل ما ادري استرسلت وصلت المنتخب. اهلا وسهلا، تفضل. اهلا فيك. انا قاعد اسمع اللقاء على الملعب. اللي فهمت انه خلال اللقاء بين مع الكابتن سامي بعد نهايه المباراه يقول انه سمع انه محمد نور صرح لإذاعة وقال انه محمد نور حلف ما يفوز الهلال، فرد هو انه يعني الكره في الملعب وما هي حيوان وحواري يعني. اللي صار انه طلع محمد نور وتكلم وسم وتكلم في الرياضية، انا شفت هذا الجزء وقت عرض الاهداف. اتكلم في الرياضية ونفى يعني قال مستحيل اسويها، يعني انه اطلع على اذاعة وانا اذا ابغى اتكلم بتكلم على التلفزيون مباشرة، ما انتظر انه ينقل عني. فطلع يعني بادرة حلوة من الكابتن سامي وقال انا اصدق محمد نور واعتذر له واعتذر للجمهور عامة، ويعني الكابتن سامي لبق على في المقابلات التلفزيونية ومتحدث لبق، فأتوقع أنه امتص الغضب وأطفى النار على طول يعني.
هذا المهم يعني في الاخير انه دائما الاعتذار ما يقلل من قيمه اي احد. يعني احنا مشكلتنا الاعتذار عندنا ثقافه نادره. يعني كنا قصر قلب. الله يعطيك العافيه خالد. الله يعطيك العافيه على النقل والاضافه اللي صار من كابتن سامي. ويعني اخمد النار قبل ما تولع. يعني الله يعطيك العافية وشاكر لك أخ خالد يعني أنك أوضحت لنا الصورة. وإذا كنت تحب تكمل أيضا وجهة نظرك اللي انقطعت وأنت تتكلم معنا. والله أنا كنت أقول أنه يعني أنا أهلاوي صحيح، لكن أشوف أن الهلال أقرب. يعني هو صحيح بعيد ثلاث نقاط للدوري للدوري. وين أيوه. الشباب ما هو تشاؤم، ولكن الأهلي والشباب تعرف الحين يدخلوا بضغط أكبر. الهلال بعيد شوي عن الضغط. مباراته الجاية اعتبرها نسبيا اسهل. وبعدين بصراحة يعني ما شاء الله تبارك الله شفنا يعني اليوم العابد وشفنا الدوسري. يعني اتمنى ان اللاعبين يعني يواصلون اللعب اللي هم فيه، وانضمامهم للمنتخب يضيف لهم ما ياخذ منهم. جميل، الله يعطيك العافيه اخ خالد، وما قصرت ايضا عن النقل والامانة. طبعا بالتاكيد في النقل هذا نفتقد دائما في الوسط، سواء الاجتماعي الرياضي، دائما تكبر السالفه وتالف بشكل كبير. وانا اشكرك بصراحه على النقل المميز. هو مشكلتنا في الاعلام اخوي ابو بدر انه زي كره الثلج، يعني كل من نقل معلومه زاد عليها. الجمهور تعرفه بطبعه عاطفي، ينجرف وراء الراي اللي يشوفه في صفه. جميل، فهذه أتوقع مشكلة كبيرة. ويعني إذا التغيير ما صار من الجمهور صدقوني الإعلام ما راح يسويها. صحيح، الله يعطيك العافية خالد وما قصرت. شكرا لك جزيلا. شكرا لكم وواصلوا التألق. الله يعطيك العافية خالد، شكرا جزيلا للصديق خالد اللي أعطانا صورة عما حدث في النقل ما بين سامي وأيضا كابتن محمد نور. دعونا نتابع هذا اللقاء اللي تحدث فيه الكابتن سامي الجابر بعد نهاية المباراة. هنا والاستقرار هنا والعكس في الاتحاد، رغم كذا كان في ناس كثير تراهن الهلال ما يفوز في جدة الاتحاد. كثير ناس تراهن، لا في احد صرح قبل المباريات وحلف انه والله ما يفوز الاتحاد، صح ولا لا؟ محمد نور هذا اللي سمعناه، واعتقد انه في احد الاذاعات او في حبيبي كرة القدم معطيات، ما في شيء زي اول زي الحارة والله ما تفوزون والله نفوز عليكم. لا، الكرة معطيات. فريق الاتحاد يعاني أول مرة المجموعة هذه تلعب مع بعض. أنت يا محمد نور مصاب 3 أسابيع تقريبا، مبتعد عن كرة القدم. نعم، أدائك اليوم كان مرة هزيل، واضح أنه لياقيا تعاني. حسن عبد ربه ما انسجم، فوزي ما انسجم، عبد الله عمر ما انسجم، اللاعبين لسه لاعبين مع بعض. نشوف الظروف اللي ماشية في الاتحاد، فلا تحلف بأنك ما تفوز على الهلال ما يفوز عليك. الهلال فريق كبير لسه خارج من الكأس، لكن فكر اللاعبين اللي هم ما دخلوا معك في التحدي، ركزنا في المباراة واخذنا المباراة بطريقة ثانية. لكن أتمنى أنك أنت قلت والله ما يفوز منتخب أستراليا على السعودية، وشاركت مع منتخب أستراليا، هذا المفروض اللي يصير. لكن هذه مباراة دورية، يعني هم النتائج السابقة بعبد الله نوع أنه يبغى يحمس اللاعبين، ومن حقه أنه يحمس اللاعبين، بس مو بالأسلوب هذا. مثلا أنك أنت أنا صراحة تبغى الجد، سمعت وشفته كثير عقب، ولكن حتى لو خسرت المباراة مو معناته انك انت تنتقص، انه بتحلف انه مثلا ما يفوز فريق نادي الهلال، او تجزم انه ما يفوز نادي الهلال. اول مقوله تقول الهلال ما فاز، احنا ما فزنا من ازعجك الكلام ذا؟ صراحه اعطانا نوع دافع، واستغلناها نقطه قبل المباراه، وتكلمنا مع اللاعبين انه كره القدم في الميدان، برا الميدان ما عاد في احد يفوز. اعتقد لو في برا الميدان كان فازوا ناس كثير برا الميدان. كره القدم اصبحت معطيات، فكر معطيات، الاشياء الصغيره هي اللي تعمل الفرق. لذلك نبغى نرتقي كنا كثير، احترامنا الخصم سواء الاتفاق والاتحاد او اقل فريق، حتى اخر فريق في الدوري لو نلعب معاه حنحترمه ونقدره، وهذه في عالم كرة القدم. طبعا كان هذا التصريح الكابتن سامي الجابر في القناة الرياضية السعودية مع زميل عمار با حكيم، والذي تحدث فيه عن ما سمعه عن الكابتن محمد نور. طبعا بصراحة نشكر الأخ خالد اللي نقل لنا الصورة بشكل كامل عن عملية حديث الكابتن محمد نور، وعن عملية أيضا اعتذار سامي الجابر مرة أخرى، وعملية الاتصال والاعتذار حول هذه النقطة. يعني الجميل أنه سامي الجابر أطفأ النار كما تحدث الأخ خالد، وهو أهلاوي
ولكن يبدو أن الوسط الرياضي يمكن ما راح تنتهي القضية فيه. أنا صراحة سعد جدا بكل تواصل الأصدقاء على مدار الساعة و40 دقيقة في بثنا المتواصل لبرنامج شو ألو، استعرضنا من خلاله كل الأحداث الرياضية التي جاءت اليوم في الجولة 20 من دوري زين السعودي لكرة القدم. نتمنى التوفيق لكل من انتصر، ونقول حظ أوفر للفرق التي لم يحالفها الحظ بالانتصار في هذه البطولة، والقادم إن شاء الله أفضل في عملية تحقيق النتائج الإيجابية لكل الأندية. إن شاء الله نلتقي معكم في حلقات أخرى، تقبلوا تحياتي وأيضا تحيات الجميع من يعمل في هذا البرنامج. إن شاء الله عبد العزيز القحطاني بيكون معنا في حلقات قادمة، وطبعا أشكر زميلنا عبد العزيز الجميع اللي قدم لنا التقرير الأخير اللي كان عن أعضاء شرف نادي الاتحاد واجتماعهم الأخير واللقاءات الحصرية لشو 13. نلقاكم إن شاء الله على المحبة وعلى المودة، ونلقاكم على خير وإلى اللقاء. نجوم؟ أي نجوم؟ اليوم ما شفنا أحد. مدرب تغييراته كلها غلط. الإدارة عليها تعيد حساباتها أو تستقيل. ألو.